مواليد عام 2017. بلاك أمنية آخر مشاركاتها كانت قبل أسبوع، حيث حققت بطولة ميدان الأحلام بشوط إناث الفئة الأولى. تعود اليوم من جديد إلى ميدان المطار لتنافس عملاقات ميدان المطار بثالث أشواط هذا المهرجان. أما الثاني الوافدات إلى الميدان افريكانا ابنة الفحل افريكان شاء المالك زكي غريفات. تدريب اسطبلات الوادي سيقودها الفارس زنور غدير. افريكانا هي الاخرى صاحبة مرتبة اولى على هذا الميدان وصاحبة انجاز على هذا الميدان في المهرجان الماضي. في مهرجان النصف نهائي حققت المرتبة الاولى على حساب مهورات مواليد عام 2017. تعود اليوم من جديد لتنافس على لقب بطولة ميدان المطار بشوط الفئة الاولى بثالث اشواطها. إذن أولى المنطلقات نحو جهاز الانطلاق بثالث أشواط هذا المهرجان بشوط مهورات الفئة الأولى مواليد عام 2017. أفريكانا ابنة الفحل أفريكان شاه المالك زكي غريفات. تدريب اسطبلات الوادي على صهوتها الفارس زنور غدير. نعم ولو ثالث المنطلق ثاني المنطلقات عفوا بعملية الإحماء. بلاك أمنية ابنة الفحل بلاك ديسبيرادو والأم فانتوم أمنية المالك نسيم الهيب. تدريب الإسطبل الأمريكي على صهوتها الفارس سالم العقبي. ثاني المنطلقات بعملية الإحماء مرة أخرى. أشواط هذا المهرجان ميس الزعيم ابنة الفحل فانتوم زعيم والأم اياس البريق. تدريب الاسطبل الأزرق سيقودها الفارس اياس أبو جبل. حسام كليف الدين المالك عز قبلاوي هلال المالك أبو رازي وطيار البريق المالك محمد النادر مرة أخرى. زين بالانس حبيب المطار شاهين لهيب عز الصخرة كليف الدين هلال وطيار البريق. هذه هي أسماء خيول الشوط الرابع. نطلب من ملاكها ومدربيها أن يتلوا الوافدات. وثالث المنطلقات بعملية الإحماء ميس الزعيم ابنة الفحل فانتوم زعيم والأم ياس البريق. ميس الزعيم المالكين عبيدة ومرعي. تدريب الاسطبل الأزرق على صهوتها الفارس اياس ابو جبل. ثالث المنطلقات بعملية الإحماء ثلاثة مشاركات. بلاك أمنية برفقة المدرسة سالم العقبي تأخذ موقعها النهائي. ميس الزعيم برفقة الند العنيد أياس أبو جبل تأخذ موقعها النهائي هي الأخرى. لحظات لإدخال أفريكانا برفقة الصقر زنور غدير. لحظات وثواني معدودات باتت على إطلاق العملاقات. باتت على إطلاق ملكات ميدان المطار لعام 2019 بشوط مهورات الفئة الأولى. بالفعل أفريكانا تأخذ موقعها النهائي برفقة الصقر زنور غدير. من هي التي ستضع بصمتها على ميدان المطار؟ من هي التي ستكون ملكة ميدان المطار لعام 2019؟ ميس الزعيم بلاك أمنية وأفريكانا تحصر هذه المهورات الثلاث داخل بوابات ميدان المطار.
إذا بالفعل انطلقت إناث الشوط الثالث على بركة الله تعالى بهذا الثلاثي الصاروخي إلى أن سالم العقبي على صوت بلاك أمنية ينقب على صدارة هذا الشوط. بلاك أمنية تنقب على صدارة الشوط مبكرا بالمراحل الأولى من هذا السباق بنزاع مع ميس الزعيم. افريكانا يحتفظ بها الصقر زنور غدير بالمراحل الأولى من هذا السباق. تدخل إناث الشوط الثالث نحو المنعطف الأول. سالم العقبي على صوت بلاك أمنية يحتفظ بصدارة الشوط ما بين المنعطفين. ميس الزعيم وافريكانا بصراع على المرتبة الثانية. افريكانا وميس الزعيم وبلاك أمنية. شاهد هذا الدخول الثلاثي الصاروخي نحو الخط المستقيم. شاهد هذا الدخول الثلاثي الصاروخي بدخول ثلاثي نحو الخط المستقيم بصراع على لقب بطولة ميدان المطار. بلاك أمنية افريكانا وميس الزعيم. سالم العقبي وأياس أبو جبل وزنور غدير بصراع ثلاثي بل بدخول ثلاثي. من هي التي تبحث عن لقب بطولة ميدان المطار؟ شوف بلاك أمنية تتقدم نحو الخط المستقيم، تتقدم نحو البطولة الثانية لتحصل لقب بطولة ميدان المطار. بلاك أمنية برفقة المدرسة سالم العقبي بطلة الشوط الثالث. ميس الزعيم بالمرتبة الثانية وأفريكانا بالمرتبة الثالثة. أي دخول هذا وأي صراع هذا على لقب بطولة ميدان المطار؟ سالم العقبي مدرسة الفرسان على صوت بلاك أمنية يقتنص صدارة الشوط الثالث. مبروك، ألف 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 مبروك، تفعلها للمرة الثانية من بطولة ميدان الأحلام. أبت إلا أن تبحث عن لقب جديد، إلى أن تبحث عن بطولة جديدة. صور أبو الوديع سالم العقبي وفانتوم أمنية عام 2011 حققت نائبة بطلة ميدان الغرفات، ولكن اليوم على صهوة بلاك أمنية يأبى إلا أن يحقق البطولة. مبروك لنسيم الهبة أبو دياب، مبروك للإسطبل الأمريكي، مبروك لبلاك أمنية ومدرسة الفرسان. سالم العقبي بقيادة موفقة وحكيمة على صهوة بلاك أمنية تقتنص لقب بطلة ميدان المطار لعام 2019. مبروك، ألف 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 مبروك. إذن يتوج ملكات هذا الشوط الأخ أبو اليزن. كانت دخول ثلاثي ولكن بروح رياضية أخوية تتوج البطلة ونائبة البطلة ميس الزعيم وبلاك أمنية بتتويج ثنائي أخوي بروح رياضية أخوية. مبروك لملكات الشوط الثالث، مبروك لملكات ميدان المطار، مبروك، ألف 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 مبروك لبلاك أمنية صاحبة المرتبة الأولى وميس الزعيم صاحبة المرتبة الثانية. مبروك، ألف مبروك حبيبنا أبو دياب نسيم الهيب، مبروك الإسطبل الأمريكي، مبروك الإسطبل الأزرق وميس الزعيم، مبروك، ألف 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 مبروك. بطلات على أعلى المستويات شاهدناها بالشوط الثالث، مبروك للبطلة ونائبة البطلة. أما الوصيفة الثالثة رغم قلة خبرتها إلا أنها نافست حتى الرمق الأخير لتكتفي بالمرتبة الثالثة. أفريكانا ابنة الفحل أفريكان شاه، مبروك، ألف مبروك. مبروك زكي غرفات أبو الرامز، مبروك استرلات الوادي، مبروك، ألف ألف مبروك لأفريكانا صاحبة المرتبة الثالثة بالشوط الثالث، الوصيفة الثالثة في بطولة ميدان المطار. مبروك، ألف ألف مبروك. مبروك حبيبنا أبو الرامز، مبروك استرلات الوادي برفقة الصقر زنور غدير. مبروك للملكات الثلاثة بثالث أشواط هذا المهرجان.